بصوا الحاجات التحفه دي جتني من صفحه اسمها استريلا. الحاجات دي عباره عن ايه بقى؟ ده سكراب وده الجلوفز اللي انا هستخدمه للسكراب، وهشرح لكم كل حاجه دلوقتي بالتفصيل. وده عباره عن بيلينج مقشر حلو جدا للبشره، اما ده بقى فبيشيل البثور اللي موجوده حوالين الانف، وكمان بيشيل الدهون اللي في البشره. فانا هشرح لكم كل حاجه بالتفصيل دلوقتي، وهعمل لكم انشاء للصفحه اللي انا جابت لي الحاجات دي من استريلا. انا عايزاكم تدخلوا عندها وتابعوها، وكمان اشتروا منها الحاجات دي، بجد تحفة قوي قوي، وعن تجربة شخصية عجبتني جدا. انا مش اول مرة اجيب المجموعة دي. بصوا ده اول حاجة جاتني، وده جل الانف. جل الانف ده عشان البثور السوداء اللي بتبقى موجودة في منطقة الانف، ده بيشيلها خالص. طب ازاي هستخدمه؟ لو انت عندك جهاز بخار لازم تستخدمي جهاز البخار الاول علشان يفتح المسام ويطلع معاكي بكل سهولة. لو ما عندكيش جهاز البخار ممكن تعملي انت حمام بخار في البيت عادي، علشان قبل ما تستخدميه لازم تعمليه. تمام، هنستخدمه ازاي بقى؟ هنفتحي العبوة. لو انت العبوة دي سايلة هتستخدميها على طول، لو مش سايله ممكن تحطيها في اي ميه سخنه كده تعملي لها حمام مائي، وهتبداي تاخدي منها كده وتوزعيه حوالين المنطقه اللي فيها البثور. بس حاولي تبعديه خالص عن الخدود لانه بيوجع شويه، فخليه في المناطق اللي فيها البثور فقط. بعد كده بقى بيجي معاه الورق اللي انتم شايفينه ده، فيها كميه ورق اهي. بعد ما بنوزع كده وندهنه عند المكان اللي فيه البثور، بتاخدي الورق ده تبداي تلزقيه على المكان اللي حطيتي فيه الجل. تمام، بنسيبه لمده 10 دقائق لحد ما ينشف خالص وتبداي تشتي. بيطلع بقى البثور بكل سهوله، اي بثور موجوده، البثور السوداء كمان، في دهون في بشرتك بيطلعها بكل سهوله. تاني حاجه بقى اللي هو الجلافز والسكراب. السكراب ده حلو جدا جدا. السكراب ده هنستخدمه ازاي؟ هو الجلافز هندخل ناخد الشاور بتاعنا. لازم تاخدي الشاور بتاعك الاول، ولازم يكون فيه بخار كتير قوي في الحمام، علشان البخار ده مهم جدا علشان يخلي المسام في الجسم تتفتح. تمام، وبعد كده هبدا اخد كميه صغيره قوي، مش هاخد كتير من السكراب ده، وهبدا اوزعه على الجسم. لو انت مش عندك الجلافز ممكن تستخدمي ايديك عادي وتدعكي بقى وتدلكي بحركه دائريه، ندعك بحركه دائريه كده. عايزه اقول لكم ان ريحته تحفه قوي قوي قوي، ريحته جميله جدا جدا جدا. وممكن بقى تستخدميه بالجلافز وممكن تستخدميه بايديك. هنسيبه بقى على الجسم ايه لمده 5 دقائق كده مع التدليك شويه، وبعد كده نشطف جسمنا بالميه العاديه. وممكن نستخدمه بقى مرتين او مره في الاسبوع حسب الروتين اللي انت بتستخدميه للاستحمام. بصوا اخر حاجه جاتني بقى وهي البيلينج. البيلينج ده عباره عن احماض. لو انت ما حطيتيش احماض خالص على بشرتك تقدري تستخدميه، بس لازم تستخدميه بطريقه تدريجيه، ما ينفعش نستخدمه كل يوم. يعني استخدميه بالتدريج كده، مره واحده بس في الاسبوع اول اسبوع، وبعد كده استخدميه مرتين في الاسبوع، ثالث اسبوع ممكن تستخدميه 3 مرات. وطريقه استخدامك ليه هتكون عباره عن 3 دقائق بس، هنحطه 3 دقائق بس على البشره، بعد كده زودي خليها 5 دقائق، بعد كده خليها 10 دقائق في تالت اسبوع، وثبتي بقى على 10 دقائق في تالت اسبوع. تمام، حلو جدا جدا للبشرة، بيقشر البشرة وبيخلي البشرة صافية جدا.